واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربع بيضات، أربع مفاجآت. البيضة الأولى، ترى ماذا يوجد بداخلها؟ ما الذي يخرج من البيضة؟ آه، إنها سيارة. البيضة الثانية، ترى ماذا يوجد بداخلها؟ ما الذي يخرج من البيضة؟ واو، إنها طائرة. البيضة الثالثة، ترى ماذا يوجد بداخلها؟ ما الذي يخرج من البيضة؟ أوه، كم هي جميلة! إنها سفينة! البيضة الرابعة، ترى ماذا يوجد بداخلها؟ ما الذي يخرج من البيضة؟ إنه قطار! سيارة، طائرة، سفينة، قطار. يا لها من ألعاب جميلة! ولكن ما هو لون كل منها؟ سيارة لونها أحمر، طائرة لونها أزرق، سفينة لونها أصفر، قطار لونه أخضر. ألوان جميلة! أحمر، أزرق، أصفر، أخضر. البيضة الأولى فيها سيارة حمراء. إلى اللقاء أيتها السيارة! البيضة الثانية فيها طائرة زرقاء. إلى اللقاء أيتها الطائرة! البيضة الثالثة فيها سفينة صفراء. إلى اللقاء أيتها السفينة! البيضة الرابعة فيها قطار أخضر. إلى اللقاء أيها القطار! إلى اللقاء أيتها البيضات! نتعلم نمرح مع مرح كيجي. اشتركوا للمزيد!